اصطحبوا الصحفيين في جولة ميدانية إلى حقل الفكة النفطي الحدودي لتثبيت الملكية العراقية له. النزاع على هذا الحقل عاد مجددا إلى الواجهة بعد احتلال قوة إيرانية للبئر الرابعة ورفع علم بلادها فوقها، لتتضارب الأنباء فيما بعد بشأن استيلاء الإيرانيين على بئرين أخريين. العراقيون أرجعوا الإشكال الحاصل حول البئر التي تم اكتشافها أواسط السبعينات إلى اختفاء الدعامات الحدودية بسبب الحرب العراقية الإيرانية. والإيرانيين لديهم قناعاتهم الخاصة بهم، قناعاتهم بينهم يدعون أن هذا البئر يقع داخل حدودهم الإيرانية، لكن نؤكد أن هذا البئر فك أربعة هو عراقي ويقع داخل الحدود العراقية. المشكلة هي بتدمير الدعامات الحدودية اللي دمرت أبان الحرب العراقية الإيرانية. إن شاء الله توجد لجنة الآن مشكلة، لجنة فنية وأخرى بين الخارجيتين العراقية والإيرانية لإعادة تأهيل الدعامات الحدودية. الحكومة العراقية وبعد تكرار التوغل الإيراني أصبحت في دائرة الاتهام، إذ اتهمها بعض السياسيين والمراقبين العراقيين بأن ردة فعلها كانت دون المستوى المطلوب، ما أثار علامات استفهام كبرى حول أسباب هذا التعامل مع ما وصفوه بالانتهاك الإيراني. ورغم أن الجولة لم تظهر أي تواجد إيراني في المنطقة، إلا أن المراقبين يرون أن الخطوة الإيرانية في السيطرة على بئر لا تنتج نفطا أصلا قد تؤثر سلبا على مجمل الخارطة السياسية لحلفاء إيران في الداخل العراقي. زد على ذلك الرسائل متعددة الاتجاهات التي أرسلها الإيرانيون بذلك، وخصوصا إلى واشنطن. أحمد السباعي، روسيا اليوم.